قالت: يا دكتور، لي 4 سنين وأنا أدعو ليل نهار، أقوم الليل أصوم النهار، أتعبد الله، أدعو بدعاء واحد أن يزوجني فلان ابن فلان عاجلا غير آجل. أتدري ماذا حصل؟ قلت: لا. قالت: فلان ابن فلان ابن فلان خطب ابن عمتي بنت عمتي وتركني. قلت: خير؟ قالت: لا، تركت العبادة، تركت القيام، تركت كل شيء، لي 2 أسبوع الآن وأنا لا أقوم ولا أدعو، أقوم بالفروض فقط، أما قرآني وعبادتي وتعبدي وصيامي وقيامي الزائد وقفت عنه. قلت: من تؤدبين؟ أربي تؤدبين؟ قالت: ها؟ قلت: أربي تؤدبين؟ أربي طفل من أخوانك فتضربيه لأنه زل عليك، من تؤدبين؟ فتذكرت صور آية عظيمة، تذكرت تلك الآية العظيمة. والله يا أخوان، عندما قرأتها ما ظننت أن من أمة محمد من تنطبق عليه هذه الآية. شوفوا، والله ولا أصلا فكرت فيها، قلت هذه لمشركي قريش، هي في سورة الحج، لكنها تخوف. إذا كانت عابدة من عباد ذلك البلد تقع في هذه الآية، يقول ربي فيها: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة، حط تحت الفتنة 70 مليون شخط وخط إلى ما توصل اللي تبي. تعجبت من كلمة ربي فتنة وسكت، بناها للمجهول، وأي فتنة؟ فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة.